السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة حل مشكلة انطفاء شعلات المدفأة باش نفهموا مليح هذا المشكل. إذا كي نروحوا نشغلوا المدفأة الخاصة بنا نضغطوا على مفتاح التشغيل ثم بعد ذلك نضغطوا على البريكة تشتغل هذه الشعلة أو تشتعل هذه الشعلة. يعني عندما نحيو يدنا فوق هذا مفتاح التشغيل تنطفئ هذه الشعلة. هذا المشكل عادة يعود إلى سواء إلى هذه القطعة، إذا تروحوا خلف المدفأة الخاصة بكم تلقاو هذه القطعة يسميوها الترموستا كليكسون. إذا في بعض الأحيان يكون المشكل هو هذه القطعة. إذا كيفاش نعرفوا بلي هذا هو المشكل ولا لا؟ إذا أول شيء نجيو نحيو هذا اللي فيه صغار كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا كما راكم تلاحظوا لهنا عندنا السلك باللون الأحمر، ثم بعد ذلك لدينا هذه الفيشة. إذا نحيو هذا لاكوس أو هذا لافيش، نحيو هذه أيضا، نشنتهم مع بعض، نعاودوا العملية. يعني نضغطوا على مفتاح تشغيل هذه المدفأة، نضغطوا على البريكان، نخلي يدنا على هذه المدفأة بعض الثواني، نحيو يدنا. إذا حكمت هذه الشعلة نقولوا هذه القطعة عيانة، فبالتالي نروحو نشريو الترموستا كليكسون جديد نغيروه او نبدلوه. اذا نحلو هذا المشكل. اذا يعني كي نحيو يدنا دائما تنطفئ هذه الشعله، فبالتالي او نروحو الى القطعه اخرى اللي تكون هي مشكله، اللي هو الترموستا عفوا لو تيرمو كوبل، اللي هو هذا اللي تشوفوها في هذه الصوره يكون داخل المدفاه. الان شوفوا كيفاش نغيروه. اذا الحاجه الاولانيه كمل تنحيو هذه القطعه الصغيره وحدها، تنطويوها وترجعوها. اذا حكمت الشعله اذا حلينا المشكل، اذا ما حكمت الشعله اذا نروحو نشريو الترموستا عفوا الترموكوبل كامل نبدلوه. الترموكوبل هذا هو الترموكوبل الخاص بنا، معليش تقربوا هكذا شويه. اذا كما راكم تشوفوا اول شيء انتم ما يعني ما تبدلوش ديريكتومون الترموكوبل الخاص بكم. اول شيء لازم تحركوا هذا الترموكوبل، ربما ما حكمش بلاصتو برك بهذا الشكل. يعني تحركوا هذا الترموكوبل ربما يعني ماهوش مفيكسي مليح في المكان الخاص به. اذا يعني حلتوا المشكل بهذه الطريقه فبالتالي يعني ما تنحيوش الترموكوبل الخاص بكم. اذا ما حليتوش المشكل بهذه الطريقه لازم يعني تنحيوا الترموكوبل الخاص بكم. اذا هذا هو الترموكوبل الخاص بنا، اذا شرينا واحد جديد. انتم اذا يعني خسر لكم هذا الترموكوبل هنا في الجزائر انا شريته ب 300 دينار، يعني ما بين الترموكوبل الى الترموكوبل الاخر يعني ماشي كيف كيف السماء الخاصه بهم. اذا هذا شريته يعني ب 300 دينار، يعني 30000 دولار نقدروا نقولوا يعني 1 دولار فاصل 5. اذا الان نشوفوا طريقه يعني كيفاش تنحيوا هذا الترموكوب. تستعملوا لاكلي، اذا نسيت ما جبتش لاكلي يعني صغيره، معليش نستعملوا هذا لابانس. اذا تنحيوا هذا البرغي اول شيء يعني في هذا لابوبين في هذا الشمعه بهذا الشكل، يعني حاجه سهله بزاف بزاف، تنحيوها بهذا الشكل. انتم اكيد لازم تنحيوا اول شيء هذا الترموكوبل بهذا الشكل كما قلت لكم. اذا كما راكم تشوفوا راني نحيت هذا المكان، ثم بعد ذلك تروحوا تنحيوا ايضا هذا البرغي رقم 2 بهذا بنفس يعني الشيء. اذا كما راكم تشوفوا رانا اذا راني نحيته الان، يعني المونتاج يكون ايضا بنفس الشيء. اذا نرجعوا هذا يعني هذا الترموكوبل الى المكان الخاص به وين يقدر يكون البريكي. اذا كما راكم تشوفوا لهنا هذا هو، نرجعوا الى المكان الخاص به نسيريه مليح، ثم بعد ذلك نرجعوا الى هذا المكان ايضا نسيريه في مليح ايضا بهذا الشكل.